اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره النجم الكبير والمدير الفني القدير كابتن فتحي مبروك. ازيك كابتن فتحي؟ ازيك كابتن اسلام؟ وحشنا والله. ما شفتكش غير كل فين وفين. ليه؟ ما انت احنا على طول بنتقابل في النادي. لا النادي هنا والناس عايزه تشوفك يا كابتن. لا انا عينيا اي وقت. انا عايز اشوفك كل يوم. انت ما بشوفك كتير. اي وقت تحت امرك. ربنا يخليك. ازيك يا كابتن؟ الحمد لله كله كويس. حضرتك كله إيه؟ كويس الحمد لله. مبسوط بشكل الاهلي؟ اه الحمد لله. الحمد لله. خلينا برضو بنتكلم بواقعيه. يعني الاهلي حتى في الدوري العام متصدر ب 53 بونت وعنده لسه ماتشات متاجله. صحيح. فنقدر نقول ان الدوري ان شاء الله حسم بنسبه 99% كمان للنادي الاهلي. ياه. طبعا. يعني تعالى النهارده النادي الاهلي النهارده مين اللي ورا يا كابتن؟ انا ضد الكلام ده الحقيقه. ليه؟ وانا اتعلمت منكم كده. ليه؟ يعني انا اتعلمت ان دايما ما تتكلمش عن او ما يبقاش عندك ثقة كبيرة في ان انت خدت الدوري غير لما تاخد الدوري فعليا يا كابتن وليس نظريا. يا كابتن اسلام احسبها. اتفضل. انت عندك كام بونت النهارده في المقدمة؟ 53 بونت. اه. مين بعديك؟ فيوتشر. فيوتشر لعب كام ماتش؟ اقل منك بست ماتشات. طيب. او بخمس. يبقى انت عندك ست خمسة ولا ستة؟ قولوا لي. ست ماتشات بكام؟ ب 18 بونت. لما تيجي تحسبه 53 هتلاقي 71 بونت. والنادي الاهلي طالما عنده طموح ومجلس الاداره عنده طموح والجهاز الفني واللعيبه، لا انا بقول لك بنسبه 99% ان شاء الله. ماشي. ده على عوده الكابتن فتحي. كابتن فتحي يعني رجل عاش مثل هذه المواقف بشكل كبير جدا جدا جدا. انا شخصيا اتعودت ان انا لا استنى لغايه الاخر واشوف ايه اللي هيحصل. لان انتوا مثلا انت كسبت اهو الترجي، هنتكلم عن هذه المباراه، وصلت للمباراه النهائيه. على الجانب الاخر انت عندك من ابتداء من بعد بكره الثلاث، جمعه اثنين ماتش انبي، ثلاث ماتشات انبي. في اقل في ست ايام مثلا يعني. وبالتالي هيبقى عندك بقى حاجه اجهاد، وهيبقى عندك مجموعه من اللاعبين اللي هتلاعب اساسيين ولا هتلاعب او مش اساسيين، الناس اللي بتلعب بشكل اكبر ولا هتلاعب الناس اللي بتلعب بشكل اقل. فممكن تخش في معضله صعبه. حضرتك النهارده معانا عشان تحل لنا او نعرف من وجهه نظر لا. نجم كبير زي حضرتك لما داخل على وصلت نهائي افريقيا خلاص، فهقفل نهائي افريقيا وهتكلم على ايوه نهائي افريقيا يوم 4 لسه. يوم 4 لسه. انت عندك ثلاث ماتشات زي ما قلت يا كابتن. صحيح. النهارده مستر كولر طبعا هو الجهاز الفني وعنده النهارده جاهزيه عدد كبير جدا من اللعيبه. اوكي. بدليل حتى التغييرات اللي بتعمل في كل ماتش. النهارده الناس اللي بتنزل بتبقى مؤثره، الناس طبعا اللي بتنزل بتبقى النهارده على قد المسؤوليه، بيلعب كويس، كل الحاجات دي. فالنهارده انت عندك عدد كبير جدا من اللعيبه، وعندك في كل مركز النهارده اثنين ثلاثه لعيبه. النهارده هتلعب ثلاث ماتشات في خلال اسبوع او في خلال 8 ايام. حاجة يعني حاجة طبيعية. والدوري الإنجليزي على فكرة لو تلاحظ كده تلاقي برضو كل ثلاث أيام ماتش. أوكي. كل ثلاث أيام ماتش. صحيح. هنا بقى عملية المدير الفني والجهاز الفني اللي معاه والروتيشن والريكفري والحاجات دي كلها، لأن أنت في نهاية موسم. صحيح. في التوب فورم دلوقتي مش أوكي. هتعمل بقى هتشتغل فيتنس وهتشتغل، لا لا هتشتغل كلها حاجات أسلوب لعب تكتيك. التمرين. أه طبعا. أوكي. والنهارده ما تقدرش تخش على حاجات فيتنس إلا إذا كانوا لعيبه مثلا مصابين، كان لعيبه ما بيلعبوش او ما بيلعبوش، هتخش فيهم جزء فيتنس، ولكن الباقي كله عمليه ريكفري وعمليه اطالات وعمليه استرتشات وشويه حاجات على الجول تكتيك وشغله بس كده. بس كده عشان ما اللعيب ما يحسش بالايجاد. حضرتك مع انهي راي؟ مع الراي اللي بيقول ان مستر كولر لازم الثلاث ماتشات اللي جايه يلعب باقصى قوه ليه. هو كده كده هيلعب باقصى قوه مع اي حد، ولكن انا اقصد ان هو يلعب بمجموعه اللاعبين اللي بيعتمد عليها الفتره الاخيره. هو اصبح بيعتمد على مجموعه لاعبين معينه. لا انا 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 دايما اؤيد حقيقي، دايما اؤيد ان انا العب بالتشكيل الثابت الا اذا كان هو تغيير في مركز او مركزين. زي يعني محمد الشناوي مصيب، علي لطفي دخل. حضرتك مع تثبيت التشكيل؟ تثبيت التشكيل. أي تثبيت التشكيل الا اذا أيوة. بقول لك في 2 3 لعيبه. لا بعيدا عن الاصابات، انا عندي دلوقتي قوام الفريق في 28 29 لعيب كلهم يقدروا يلعبوا. كلهم يقدروا يلعبوا. حضرتك تثبت الفرقه في الثلاث ماتشات اللي جايه. اثبت الفرقه. اوكي. اثبت الفرقه عادي جدا، ودي برضو تبقى استعداد كويس ليوم 4 مع مش هيبقى فيها اجهاد زي ما قلت. مش انا مش شايف عمليه الريكفري زي ما قلت لك. اوكي. دي مهمه جدا جدا. وزي ما قلت لك النهارده ممكن يدي راحه سلبيه حتى يوم يومين مش مشكله. اوكي. واللعيب النهارده خلاص، اللعيب النهارده بفكر احترافي. اللعيبه فكر احترافي النهارده، عارف ازاي النهارده ينام، عايز ياكل ازاي، تغذيه، كل الحاجات دي. فكر الاحترافي النهارده اللعيب برضو بيخليك النهارده اللعيب على قد المسؤوليه، يعني حتى المسؤوليه بتاعت مدير الفني اللعيب بيبقى قد المسؤوليه النهارده. اوكي. فحضرتك مع تثبيت التشكيل؟ مع تثبيت التشكيل. طيب هنرجع نتكلم عن الثلاث مباريات دول، ولكن يعني لازم اسمع راي حضرتك في مباراه الترجي. كسبنا 1-0، حسين الشحات بهدف مهم. المباراه كانت
معقولة الحقيقة، ولكن التراجي كان جريح، كان أفضل الحقيقة من هناك بكتير يعني، كمان على الرغم من عدد كبير من الغيابات، ولكن في النهاية قدرت تكسب وتصل للمباراة النهائية. وجهة نظرك إيه؟ هو طبعا بص، الماتش الأولاني كان 3-0 هناك، نتيجة منطقية جدا ونتيجة طبيعية، ونتيجة بتدي مثل الكرة والجهاز الفني واللاعبين يعني حاجة خلاص، أنت يعني بنسبة 90% مطمن للمباراة. أوكي. فريق الترجي حصل تغيير في الجهاز الفني، كابتن نبيل معلول مشي زي ما انت عارف، وجي انيس سعيدي هو اللي مسك المدير الفني. فاي مدير فني النهارده بيخش على فرقه جديده بيدي اسلوبه، بيدي تكتيكه، بيدي معنويات، اللعيبه نفسها عايزه تثبت ذاتها للمدير الفني الجديد. فعشان كده ماتش الترجي حتى اللي كان في القاهره يعني احنا كسبنا 1-0، ولكن فرقه الترجي كان بتحافظ على شكلها وبتحافظ على ان هي ما يدخلش فيها نسبه اهداف كتير. افضل من هناك. ما هو عشان ليه؟ لا كامل قلت. كل الناس كانت متوقعه ان فرقه الترجي بالشكل اللي ظهرت فيه في تونس ممكن تتغلب 3 4 5 بالشكل ده. أوكي. ولكن هو جه برده امن دفاعاته كويس، لعب باسلوب دفاعي كويس. ليه؟ لان المدير الفني دايما بيدي رؤيه واسلوب جديد للعيبه، وحتى اللعيبه كان في ثقه في الاداء، فالحمد لله احنا كسبنا بهدف حسين الشحات يعني. رايك في بدايه المباراه، رايك في سير المباراه، التغييرات اللي عملها كولر؟ لا انا شايف بص، يمكن سير المباراه زي ما قلت لك، الترجي بيحافظ، الترجي دايما يعني ما فيش يعني ما تحسش حتى عايز يهاجمك. والنهارده بينزل، لو جيت بصيت للقطات هتلاقيه بينزل تحت مستوى الدايره، بيدافع كويس عشان ما يخش في نسبه اهداف، لانه عارف هجوم النادي الاهلي سريع، هجوم النادي الاهلي بيخترق، هجوم النادي الاهلي دائما عنده نزعه التهديف. فهو النهارده الراجل لعب يعني بوسعيد ده لعب النهارده كويس جدا. أوكي. لعب النهارده امن دفاعاته، وفي نفس الوقت زي ما قلت لك اللعيبه نفسها بتبقى فيه روح عاليه قوي، عكس الماتش الاولاني كان 3-0 هناك يعني. طيب والتغييرات اللي اتعملت تغييرات منطقيه جدا، وزي ما قلت لك مستر كولر بيريح لعيبه وبيدي لعيبه تاني برضه جزئيه من المباراه، برضه على اساس ان يبقى فيه واقف على رجليه او فنيا في مستوى المباريات يعني. مين من اللعيبه اللي لفت بالاهلي يعني لفت نظرك ليه في هذه المباراه، ان انت شايف ان هو ادى اداء جيد؟ بص الاسلوب بتاع اللعب واداء الفرقه، انا شايف ان كل اللعيبه كويسه، يعني شايف كل اللعيبه كويسه. عاجبك كولر يا كابتن؟ يعني بمعنى الكلام اللي حضرتك بتقوله ده. ما هو طبعا ادام في نتائج كويسه، في مستويات كويسه، في زي ما قلت لك النهارده زي ما بتقول 29 لعيب النهارده في جاهزيه، لا يبقى كويس، يبقى اسلوب كويس واداء كويس، واللعيبه في ثقه. اللعيبه تفرق قوي ان يبقى في ثقه في المدير الفني. عشان كده حتى اللعيب اللي بينزل يا كابتن اسلام بيأدي وعايز يثبت النهارده فنيا للمدير الفني ان هو اعلى مستوى المسؤوليه. 7 كلين شيت في دوري الابطال، 7 اهداف، معدل الاستقبال في الدوري، بتشوف ده ازاي يا كابتن؟ لا انا شوف يعني ما تيجي تحسبها ببص لها حتى نتائج النادي الاهلي، بتبص النهارده ايه اللي ليك وعليك، لا مستوى النادي الاهلي دفاعيا اقوى دفاع حتى في مصر، يعني اقوى دفاع في مصر واحسن هجوم في مصر. فزي ما قلت لك دائما النهارده التنظيم الدفاعي للنادي الاهلي. ايوه لا. مهم جدا التنظيم الدفاعي ده، فانا هاخد بس حضرتك لهذا الامر، ولكن سؤال بقى، انت رحت المقر النادي الاهلي في التجمع ولا لسه؟ اه رحته. ايه رايك؟ لا هايل بصراحه، حاجه حلوه جدا قوي 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 قوي، والافتتاح تقريبا 1/6 1/6 خلاص. 1/6 ان شاء الله. لا بس انا رحته كان هايل بصراحه يعني. والله هايل. طيب خلينا نروح للاستاذ طارق قنديل، عضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس لجنه ورئيس اللجنه الخاصه بال العضويات. معلش نسيت ولا رئيس والله نسيت، عمالين يزنوا في وداني فنسيت. رئيس اللجنه الخاصه بعضويات النادي الاهلي، استاذ طارق ازي حضرتك يا فندم؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ اهلا وسهلا يا فندم، اخبار حضرتك ايه؟ تحياتي. ازيك يا كابتن فتحي؟ ازيك يا طارق بيه؟ وحشني والله. انت اكتر. ليه ما بنشوفكش في النادي ليه؟ لا احنا على طول في النادي يا باشا. طيب ده هو على طول في النادي صحيح، اليومين دول تحديدا كمان، علشان اللي انا سامعه بقى معرفش حضرتك صحح لي. الحمد لله، اخبار العضويات ايه الاول؟ بص هيك يعني الحمد لله في اقبال طبعا غير طبيعي. من وقت ما كابتن محمود الخطيب كمان الاقبال زاد قوي، بعد ما كابتن محمود الخطيب اعلن عن افتتاح الفرع في 1/6 ان شاء الله. النادي في التجمع حضرتك زي ما عرضته قبل كده الصور والفيديوهات، حاجة بتشرف مصر كلها، يعني فرع من قلاع النادي الأهلي بقى اللي فيه كل الخدمات المتوفرة ومساحة، يعني الفرع على حوالي 50 فدان
في ساحه كبيره جدا، وكل الانشطه الحمد لله حاجه اي حد من الزوار اللي راحوا زاروا الفرع قريب اشاده غير طبيعيه. فبالنسبه للعضويات الاقبال زاد اول فتره الاخيره جدا عليها، فكابتن محمود الخطيب ادى تعليمات ان نبدا بقى تشكيلا على الراغبين لعضويات التجمع نعمل لجان في فرع التجمع. ففي لجنه ان شاء الله، دي اول لجنه هتكون يوم الاربعاء الساعه 4 ان شاء الله، اي حد عنده من الراغبين في العضويه يعني عنده الرغبه يتقدم ان شاء الله يوم الاربعاء الساعه 4 في فرع التجمع، فرع النادي في التجمع بتاعي. دي تيسيرا برضه المقيمين بالقرب هناك او اعمالهم هناك، ودي هيتلوها برضه ان شاء الله لجان في افرع النادي، هيبقى في الشيخ زايد وهيبقى في مدينه نصر. عارف حضرتك احنا متعودين دايما اللجنه تبقى في المقر في الجزيره. حقيقي. فالجديد بقى ان احنا يعني للتيسير على الراغبين في العضويه، وخصوصا بعد الاقبال الكبير اللي في الفتره الاخيره. استاذ طارق، انت خلال الفتره الاخيره الحقيقه وحضرتك رئيسا للجنه العضويات، خلال الفتره الاخيره كان هناك عدد كبير من العضويات بيتقدم لعضويه النادي الاهلي، هل معنى ان انا اللجنه تروح لمقر النادي الاهلي في التجمع الخامس ان هتبقى العضويه خاصه بالتجمع الخامس فقط، ولكن ولا هل حضرتك بتقول انه لا ممكن جدا جدا ان انت تدفع الفلوس ولكن تخش مثلا في فرع الجزيره في فرع في اي فرع؟ الاساس تيسير على الراغبين عضويه التجمع، لكن في نفس اللجنه لو تقدم للعضويه الرئيسيه، ولغايه دلوقتي برضه في اعداد شهريا في العضويه الرئيسيه. دول عامله للنادي كله او عضويه فرع الشيخ زايد برضه هتقبل في نفس اللجنه. ايوه. وبرضه هيتلوها للتيسير، لان حضرتك ممكن يكون ساكن في الشيخ زايد وعمله مثلا في التجمع عايز بالظبط في فرع الشيخ زايد، دي برضه هتبقى موجوده جوه اللجنه. هي نوع من التنوع للتيسير على كل الراغبين في الادويه، وطبعا مجهود عالي جدا من الاداره التنفيذيه الدكتور سعد الشلبي واستاذ عز حلمي مدير الاشتراكات، استاذ محمد رمضان، استاذ لندا مدير اشتراكات التجمع الخامس، فريق عمل في النادي محترم جدا شغال اليومين دول يعني ليل ونهار عشان استيفاء الاوراق وتلبيه الراغبين للادويه. لا يعني الحقيقه برضو مجهود كبير من مجلس اداره النادي الاهلي الحقيقه في وصول هذا المقر بهذا الشكل الرائع الحقيقه اللي احنا لسه كنا بنعرضه، حاجه جميله جدا جدا يا طارق بيه بجد والله. بعيدا عن اي حاجه كعضو عامل في النادي الاهلي، بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله، افتتاح المقر الرابع ان شاء الله 1/6 اعتقد بيمثل نقله نوعيه كبيره جدا 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 في عائله الاهلي. وما زالت الأضوية بسعر زهيد مقارنة باللي اتعمل جوه الفرع ومقارنة بأندية كتير، ودايما يعني بنكرر حتة إن الحمد لله يعني مجلس كابتن محمود الخطيب من الدورة اللي فاتت واحنا بنعمل اللائحة أضفنا ميزة كانت قبل كده 3 سنين خليناها 4 سنين. أيوة. اللي بيعمل أضوية الفرع إن دي الحق خلال 4 سنوات إن هو يعلق أضويته خلال أضواء عاملة للنادي كله بنفس سعر الأضواء العاملة اللي هي موجودة دلوقتي وقت اشتراكه. هو انا غششت جميلة جدا يعني بيستمتع بيها طبعا. انا غششت الناس الفترة اللي فاتت يعني اللي عايز يعني الراغبين في الحصول على عضوية النادي الاهلي، قلت لهم ان يعني الحقوا قبل 1/9، هل من المفترض ان احنا بداية من 1/9 الامور هتتغير في ناحية العضوية ولا لسه لم يتم اتخاذ القرار؟ بص حضرتك هو ما فيش تاريخ محدد، لكن هو يعني الشواهد طبعا طبيعي يحصل زيادات في الأضوية، ده طبيعي انه هيحصل يعني. انما القرار وامتى لسه يعني لسه لم يتم اتخاذ القرار. وطبعا يعني هو يعني جزء كبير برضه بيبقوا حريصين ان هو قبل اي زيادات قد تحدث بالظبط كده زي ما اقول حضرتك السعر اللي موجود حاليا بخدمات النادي بالامكانيات الموجوده في الفرع او هو فرع الشتات اللي هي كعضويه فرع يعني يعتبر مبلغ زهيد مقارنه باسعار كتيره قوي في كل انديه مصر. لا وطرق التقسيط اللي حضراتكم عاملينها ويعني كل الموضوع بيبقى ماشي ازاي؟ يعني انتوا عاملين طرق تقسيط رائعه الحقيقه. طرق تقسيط معموله من خلال النادي ميسره جدا بتقسيط الاشتراك. يعني الحمد لله وبكل الوسائل المتاحه اللي هي
بنضمن بيها ان شاء الله، بيبقى انضمام لعائله الاهلي، وفي نفس الوقت بالطريقه اللي هي تيسر على الراغبين للاقوياء. طارق بيه، لو حابب ان انت تقول هل في امور معينه محتاجها من الناس اللي هتيجي تبقى، او الناس الراغبه او الراغبين في الحصول على عضويه النادي الاهلي، هل في امور، هل في شروط، هل في حاجه من هذا القبيل؟ حكي الشروط معلنه، اللي هو اي متقدم للعضويه يقدم شهاده البكالوريوس، شهاده حاصل عليها، ووثيقه الزواج، شهادات ميلاد الاطفال، وسواء بقى اما بيحصل المقابله سواء بيدفع نقدي المبلغ كله او نشوف التقسيط مثلاً. هل في فرق ما بين التقسيط والمبلغ النقدي؟ طبيعي بيبقى موجود اللي هو المصاريف الاداريه اللي بيتحمل بقى، وزي ما بقول لحضرتك في النهايه اللي موجود حاليا طبعا حاجه مقارنه بكم الانفاق على الخدمات في الحقيقه. مقر التجمع الخامس يا فندم حاجه، كل المقرات يعني، ولكن انا بتكلم بما ان المقر التجمع الخامس ده يعني الكابتن خطيب في كلماته لافتتاح ان هيتم الافتتاح يوم 1/6 قال مليار ونصف مليار جنيه مدفوعه عشان يقام هذا المقر بهذا الشكل الرائع يا طارق بيه. حاجه يعني الحمد لله بتشرفنا كلنا. نعم. وحاجة إنجاز في وقت برضو أزمات مالية فاتت كتير من المؤسسات، ومع ذلك الحمد لله يعني تمكن الحمد لله مجلس إدارة النادي الأهلي بالتعاون مع جهات كتيرة قوي. أيوة. إن تمكن من إتمام الوليد الجديد للقلعة الحمراء فرع التجمع. يعني الحقيقة يا فندم أنا بشكرك بالنيابة عن كثير من أعضاء الجمعية العمومية، وبالنيابة عن كثير من الراغبين في الدخول في عائلة النادي الأهلي، بشكرك وبشكر مجلس إدارة النادي الأهلي على هذا المقر الرائع، وعلى الاهتمام الكبير بمقرات النادي الأهلي في كل مكان، سواء في الجزيرة أو الشيخ زايد أو في مدينة نصر، وبنشكركم جدا 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 على هذا الأمر. شكرا جزيلا الأستاذ طارق أنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس لجنة العضويات في النادي الأهلي. شكرا جزيلا يا فندم على وجودك معنا. فكلام مهم جدا برضو جداً. لا المقر هو قادم يعني اللي انا عارفه المقر رائع. لا المقر رائع قبل 1/9 الحقه. لا ما انا بقول لك المقر رائع يعني. انا رحت هناك اولا كل حاجه موجوده. ملاعب رياضيه، معاك ملاعب تنس، ملاعب كوره، ملاعب باسكت، مدينه ترفيهيه للاولاد، حاجات خياليه يعني. يعني فعلا فرع التجمع يمكن مش عايز اقول لك يمكن احسن من زايد واحسن من الجزيره واحسن. لا كل فرع وله رونقه. لا بس كل فرع وله ده في حاجات مستحدثه كويسه طبعا. ما هو الجديد كله جديد هايل هايل بصراحه يعني. يعني نتمنى يا رب خلاص ان شاء الله يوم الاربعاء القادم الساعه 4 ستكون لجنه العضويات موجوده في مقر النادي الاهلي في التجمع الخامس، تيسيرا لكل الراغبين في ان هم يكونوا موجودين في النادي الاهلي او في عائله النادي الاهلي من التجمع. حضرتك لو رحت النادي الأهلي يوم الأربعاء الساعة 4 هتجد لجنة العضويات في انتظارك. نرجع مرة أخرى لمباراة الترجي. يعني برضو يا كابتن كنا بنتكلم عن الناحية الدفاعية في النادي الأهلي، حضرتك شايف أن هي خلال الفترة الأخيرة هناك تنظيم دفاعي جيد داخل النادي الأهلي؟ بصراحة تنظيم دفاعي جيد. احنا برضو بنيجي نتكلم بنلعب مثلا 4-2-3-1، بنلعب 4-3-3 مستر كورر. فالنهاردة خلاص النهارده الناس بقت عندها وعي، النهارده ازاي ارتداد سريع، ازاي النهارده تقفل المساحات، النهارده ازاي الظاهرين اللي على الجنب حتى يقفلوا. فالنهارده اصبحت الامور كلها بالنسبه للتنظيم الدفاعي، حتى في نسبه التهديف اللي جايه في الدوري العام، شوف كم هدف، شوف كم هدف داخلين في النادي الاهلي، فدليل انه اقوى دفاع في الدوري العام المصري كمان دفاع النادي الاهلي. فالاسلوب الدفاعي والتنظيم الدفاعي، لا حتى الناس اللي بتبقى في اللي بنقول عليهم اجنحه بينزلوا يدافعوا، يبقى في جنب مثلا باك رايت بينزلوا يدافعوا دلوقتي. فاصبحت الامور التنظيم الدفاعي كويس جدا جدا يعني. طيب وده بتبقى حاجه كويسه جدا، التزام طبعا، التزام من اللعيبه يعني. طبعا بعد تاكيد النادي الاهلي زعمته للقاره الافريقيه، النادي الاهلي يستعد محليا لامبي. خلينا نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. بعد
بعد حسمه بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا وبلوغ نهائي الكبار أمام الوداد المغربي عقب الفوز على الترجي التونسي ذهابا وإيابا بالدور نصف النهائي بأربعة أهداف دون رد بمجموع المباراتين. يبدأ المارد الأحمر طريق البحث عن استعادة لقب بطولة الدوري المصري الممتاز بعد غلقه الصفحة الإفريقية مؤقتا بحثا عن استكمال انتصاراته ولمواصلة مشواره المميز بالمسابقة عندما يلتقي مع إنبي ضمن الجولة 29. السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر وجهازه المعاون يعدون العدة لتجهيز اللاعبين ودراسة نقاط قوة وضعف المنافس ووضع الخطة المناسبة للفوز على الفريق البترولي ولقطع خطوة جديدة نحو استعادة لقب الدوري الممتاز، إذ يحتل المارد الأحمر الصدارة في الوقت الحالي برصيد 53 نقطة من 21 مباراة خاضها في المسابقة ولديه من المؤجلات 7 مباريات. يملك المارد الأحمر سجلاً جيداً في مواجهاته السابقة بالدور المحلي حيث أنه لم يعرف طعم الهزيمة وهو أكثر فريق حقق انتصارات برصيد 16 فوزاً وأكثر من سجل أهدافاً برصيد 40 هدفاً وأكثر من له تسديدات على المرمى في الدور المصري هذا الموسم ب 122 تسديدة ليكون صاحب أقوى خط هجومي وأقل من سكنت شباكه أهداف ب 7 أهداف فقط وأكثر من حافظ على نظافة الشباك في 14 مباراة ليكون صاحب أقوى خط دفاعي. كابتن فتحي، شايف تألق الفريق، حضرتك كنت لسه بتتكلم على تألق الفريق في أفريقيا ومحليا، شايف مباراة إنبي إزاي خصوصا في ظل تألق إنبي الحقيقة مع كابتن تامر مصطفى؟ بص يعني أنا بتكلم يعني كمدير فني النهاردة اللعيبة بالزبط. الجهاز الفني واللعيبة النهاردة عندها دوافع عالية جدا للفوز بهذه البطولة، زي ما قلت لك يبقى فيه ارتياحية، يعني أنت النهاردة ما تأكد فوزك حتى على ماتش إنبي هتبقى الأمور واضحة بالنسبة لك لمكسب دولي لما هو قادم. لما هو قادم النهارده بقى تقدر تريح لعيبه، النهارده تعمل ريكفري، تدي لعيبه ثانيه روتيشن، تدي لعيبه ثانيه، تقدر تحط لعيبه في مراكز، تبقى الامور كلها النهارده واضحه للجهاز الفني. وايضا اللاعبين النهارده عندهم طموح، يعني في لعيبه جديده النهارده منضمه للنادي الاهلي عندها طموح ان هو ياخد دوري، ياخد بطوله افريقيا، فده طموح للعيبه برده كويس جدا. يعني النهارده كان في بدايه التمرين وبعد ال 24 ساعه راحه سلبيه اجتمع كولر وكابتن سيد عبد الحفيظ مع اللاعبين، شايف قال لهم ايه؟ لا هو طبعا بيتكلموا عن المرحله الجايه، المرحله الجايه يعني طبعا قفل افريقيا خلاص، ما خلاص قفل افريقيا، لان افريقيا زي ما اتفقنا يوم 4 النهارده عندك 3 ماتشات متاجلين في الدوري، لا الدوري لازم نحسمه ودي مهمه جدا جدا الكابتن سيد بيتكلم فيها والجهاز الفني بيتكلموا فيها، لازم الدوري يحسم الاول وبعدين نبص على افريقيا. في نفس الوقت ممكن يكون بيتكلم على ماتش سان داونز والوداد بتاع امبارح، يعني برضو بيدي رؤيه للعيبه من بدري عشان اللعيب يبقى عايش النهارده، تخيل النهارده المباراه، النهارده اللعيبه، النهارده فرقه الوداد بتلعب ازاي، كل هذه الامور لازم يكون في حسبان. دلوقتي مش لسه بدري؟ معلش هو مع يعني ممكن وارد جدا ماتش طبعا متسجل ونواصله تمام طبعا. الثقه بيدي برضو اللعيبه معنويات ويدي اللعيبه لا بس حاجه بسيطه يعني في ظل ان انا عندي 3 ماتشات، ما هو يدي اللعيبه رؤيه اوكي رؤيه برضو الماتش الوداد لان ده ماتش فاينل بطوله افريقيا يعني. وفي نفس الوقت زي ما قلت لك بيدوا دوافع عشان اللعيبه الثلاث مباريات المؤجله واستعداد كل اللعيبه لان هم يشتركوا في الثلاث مباريات دول. كولر في كلامه في اخر مؤتمر صحفي قال انه يعني موضوع اهدار الفرص ده موجود في كل الانديه مش في النادي الاهلي فقط، كيفيه معالجه هذا الامر من وجهه نظرك؟ لا هو طبعا يعني مستر كولر بيعملها بتوقيت كويس جدا، وزي ما قلت لك النهارده برضو بيراعي النهارده عمليه النهارده اللعيب اللي بيلعب النهارده بصفه مستمره، زي ما تقول التشكيل ثابت وفي لعيبه بتلعب بصفه مستمره، فالنهارده بيدي توقيتات لبعض اللعيبه عشان يبقوا جاهزين فنيا، ودي مسؤوليه مدير فني لازم
لازم النهارده كل اللعيبه يبقى جاهزيه، عنده جاهزيه للاشتراك في المباريات. فدي طبعا انا شايفها حاجه كويسه جدا جدا وحاجه من الايجابيات. يعني النهارده ما بيبقاش النهارده لا، بيبقى عارف مين غير في التوقيت الفلاني ده كذا وكذا وكذا. بس برضه كابتن، اهم نقاط القوه بقى والضعف في فريق امبي. فريق امبي كان قبل كابتن تامر المدير الفني الحالي كابتن تامر مصطفى، قبله كان حاجه، وبعد ما كابتن تامر جه الامبي راح في حته تانية خالص. ما هو ليه بقى؟ ليه؟ زي ما قلت لك اي مدير فني بيفرض اسلوبه. أوكي. اي مدير فني النهارده بيفرض شخصيته. خلي بالك شخصيه المدير الفني للعيبه برضه بتفرق جدا، بتفرق جدا. النهارده اللعيبه بقى عندها قناعه الفنيه ولا الشخصيه نفسها؟ والفنيه. أوكي. وانت شخصيتك النهارده فنيا، النهارده التعامل مع اللعيبه نفسيا معنويا، كل دي شخصيه مدير فني. فشخصيه المدير الفني النهارده في الجانب، في جانب بقى الفني، الجانب الفني، لا النهارده اللعيبه عندها قناعه، النهارده اللعيبه بتنفذ شغله. حاجة تانية زي ما قلت لك شخصيته النهارده في فرض اسلوبه، شخصيته النهارده في التعامل مع اللعيبه، كل هذه الامور كابتن تامر مصطفى يمكن زي ما قلت لك كده. فرقة انبي بقى لها شكل تاني زي ما قلت لك، في التزام، وهو هيلاعب النادي الاهلي صح، فهتلاقيه بقى يلجأ لاسلوب دفاعي بحت 100%، وبعدين يبتدي يشتغل على اطراف، يشتغل على هجمات مرتدة برضه، يخترق دفاع الاهلي. النادي الاهلي بيغيب منذ فتره طويله عن اللعب في الدوري، بقى تقريبا 40 يوم او 37 يوم. تقريبا 37 يوم. وبالرغم من هذا الغياب النادي الاهلي يتربع على 53 بونت، 53 نقطه. لسه لنا خمس مباريات بعد ما خدنا 21، حققنا الفوز في 16 وتعادلنا في خمس، في سبع مباريات متاجله. هو حتى الان خمسه، يعني يعني قول ستة ولا سبعة يا شباب؟ هو السبعة. قال سبعة يعني. وبالتالي في التقرير سبعة. انت عندك عدد كبير من المباريات مؤجلة. يعني لو تكلمنا عن هذا الأمر، النقطة دي تحديدا، ان هو بقى لنا فترة طويلة بعيد عن الدوري وفي نفس الوقت احنا الأول، هل ده بيقلل شوية من عزيمة اللاعبين؟ لا بالعكس. بالعكس انت لاعب النهاردة بطولة افريقيا، لاعب مع الترجي، ماتشين زي ما قلت لك، كسبان هناك ثلاثة وكسبان في مصر واحد. وزي ما قلت لك النهاردة برضو خلي بالك اللعيبه والمدير الفني والجهاز الفني والكابتن سيد وكل الناس دي عندها طموح في الفوز بهذه البطولات طبعا. يعني النهارده مش عشان عندي ماتش مع الوداد يوم 4 النهارده، لا هتناسى النهارده ان عندي ثلاث ماتشات متاجله وهلعب ثلاث ماتشات في خلال اسبوع، لا. كل هذه الامور اللعيبه حتى يمكن المحاضره زي ما قلت لي الكابتن سيد ومستر كولا اجتمعوا مع اللعيبه عشان يدوهم المرحله القادمه محتاجه ايه مننا. محتاجه ايه كلاعيبه؟ محتاجه النهارده تريح نفسك، تتغذى كويس، تتمرن كويس، عمليه الريكفري، كل هذه الامور، لان اللعيب لازم يعيش ثقافه الاحتراف. فكل اللعيبه هتقاطع عن لعيبه النادي الاهلي، وزي ما قلت لك وبيدي مؤشر كمان للعيبه ان احنا ممكن نغير في الفرقه في الفتره اللي جايه. اوكي، احنا اخر ماتش لعبناه كان يوم 6 في الجوله ال 26 يوم 17 ابريل. 17 يعني داخل 35 36 يوم يعني. يعني بس انا حسبتها غلط، يمكن 37 يوم. لا يا سلام، لو جت على يوم مش قصه. فبالتالي برضو بقى لنا فتره طويله جدا بعيدين. هل من الممكن ان هو كابتن مستر كولر يعتمد على بعض اللاعبين اللي راجعين من الاصابه خلال الفتره اللي جايه؟ يعني عمرو السوليه مثلا شفنا ان هو ما ادالوش خلال الفتره اللي فاتت، بيدي قليله يعني. هل ممكن نلاقيه طاهر بعد ما رجع من الاصابه برضه بقى بياخد فترات ربع ساعه نص ساعه بالكثير؟ احمد عبد القادر، نفس الكلام. هل من الممكن ان احنا نرى هؤلاء اللاعبين من بدايه المباريات القادمه بدايه من امبي؟ وارد جدا. انت حسب البوزيشن يعني، انت برضه محتاج، هل النهارده ممكن يريح كهربا ويدي محمد شريف؟ علشان محمد شريف برضه راس حربه، ومحمد شريف بيتحرك كويس، ومحمد شريف سريع، ممكن يدي محمد شريف من الاول. لان برضه خلي بالك في نوعيه لعيبه بتتهز ثقتها، ان هو بيبقى قاعد على الدكه وان بيتغير في توقيتات ولكن زي ما قلت لك ممكن يدي محمد شريف، ممكن يدي احمد عبد القادر من الاول، ممكن يدي طاهر من الاول، يبقى يغير حتى في مفهوم الحته الهجوميه للعيبه، لان اللعيبه دي عندها دفعه كويسه جدا وعندها رؤيه كويسه وهدافين كلهم. يعني ما تيجي تبص هتلاقي كلهم معظمهم هدافين برضه في المباراه. طيب علي لطفي بقى وخلاص، علي لطفي عارف ان هو هيلعب الثلاث، او يعني الشناوي مش موجود في الثلاث هيلعب الماتشات القادمه، وبالتالي الاقرب ان هو يلعب المباريات القادمه. كيفيه تجهيزه بقى مش بدنيا وكده، لا تجهيزه بقى نفسيا بيبقى ازاي؟ هو نفسيا حتى قبل الماتش اللي فات، يعني مين اللي لعب ماتش الترجي اللي فات؟
هو اللي لعب طبعا، هو اللي لعب ماتش الترجي. فطبعا الدور دور مدرب حراس المرمى هنا خلاص بيبقى محمد الشناوي، اصابه محمد الشناوي راحه، بيجهز علي لطفي، بيجهزه معنويا وفي نفس الوقت عنده النهارده في الوحده التدريبيه، لا بيجهزه الوحده التدريبيه النهارده كمان فنيا يعني. وفي نفس الوقت زي ما قلت لك خلاص انت علي الماتش اللي جاي معايا، الماتش اللي جاي معايا علي النهارده بيتعايش النهارده كل فكره ازاي هلعب ماتش الترجي ازاي علي نفسه بقى هنا هنا دوره دوره كلاعب وكنجم دوره ان خلاص النهارده الجزء البدني والفني وكل ده بيشتغلوا في الملعب صحيح، ولكن النهارده بقى زي ما قلت لك شخصيه اللعيب ومعنوياته ونفسيا وكل هذه الامور بيرجع دور للاعيب نفسه. محمود متولي برضو اصابه ثم عوده ثم اصابه ثم عوده، دلوقتي هل كولر منتظر مثلا يشوف محمود متولي خلال الفتره اللي جايه عشان يبدا بيه المباريات اللي جايه؟ هو محمود من اللعيبه الاساسيين يعني، حتى في فترات كتير كان لعيب اساسي، وبرضه محمود بعد اصابته دي ممكن يشترك في مباراه انبي لو النهارده سليم او سليم 100% ممكن يشترك في ممكن يشترك. طب ممكن يشترك. نفس الكلام احنا ناخدهم بقى لعيب لعيب يعني شريف وقفشه وقندوسي قندوسي ناس كتير واحمد عبد القادر وطاهر برضه ممكن نشوفهم موجودين ممكن وارد في وغالبا يعني غالبا ما ده راي طبعا فني مستر كولر والجهاز الفني ده بقول لك غالبا غالبا اللعيبه دي حتى لو اشتركت شوط في الثلاث مباريات الجايه يبقى في جاهزيه فنيه اكتر للكل للكل للي هو المصاب للي هو المصاب اللي بعيد بقى له فتره واللي بياخد 10 دقائق وربع ساعه ممكن يبتدي بيهم وممكن ياخدوا جزء كبير كمان من المباراه دي. هل ده بنسميه في اطار سياسه التدوير ولا ده هو مجبر على كده علشان دول راجعين من اصابه وعايز اجهزهم؟ لا هي برضه زي ما قلت لك النهارده انت ضغط المباريات، لا خلي دور الفني مدير الفني النهارده يدي بقى اللعيبه دي ويبقى في نفس الوقت في جاهزيه لعدد كبير من اللاعبين وخصوصا في الاماكن او البوزيشنز اللي هي ممكن يبقى فيها شيء من الخلل شويه او شيء من النقص شويه. كولر اتفرج على اخر اربع او خمس مباريات خمس مباريات تحديدا لإنبي علشان يشوف طريقه لعبهم لانه طبعا كان الفتره اللي فاتت بالتركيز اكتر على الافريقي وهو بيقعد يتكلم مع اللعيبه هيقول لهم ان هم هيقفوا من الناحيه الدفاعيه ولا كابتن تامر مصطفى من الممكن ان هو يباغت النادي الاهلي ويلعب بطريقه هجوميه؟ ما انت النهارده فكر مدير فني انت النهارده بتحط احتمالات لازم تحط سيناريو النهارده انا فرقه انبي شفتها في ماتش كذا بتلعب كذا 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 وارد يلعبوا كذا، ما انت السيناريو دي لازم يكون حاططها حتى في مخك اثناء الماتش الكوتشنج وانت في الماتش النهارده ممكن تلاقي فرقه انبي النهارده مثلا بيلعب بخمسه في خط الظهر. اوكي. يبقى النهارده حاول تعمل ايه؟ هتزود واحد النهارده من وسط الملعب او اللي تحت راس الحربه هتزوده يبقى زق قدام طبعا ما هو دي كلها سيناريوهات بتدور النهارده في فكر المدير الفني. من وجهه نظرك برضو كولر ممكن يلعب بنفس طريقه اللي لعب بيها في الترجي او اللي هي طريقه الاهلي خلال الفتره الاخيره ولا من الممكن ان يغير الشكل بحيث ان هو يشوف ممكن يلعب بطريقه اخرى قدام الوداد؟ ايه رايك؟ هو زي ما قلت لك يعني الثلاث ماتشات دوري دول مختلفين عن افريقيا ليه؟ هيبص المنظور الثلاث ماتشات في الدوري برضه عايز يكسبهم طبعا زي ما قلت لك هيبقى في المقدمه ويبقى في فرق نقاط كبيره، ولكن ماتش الوداد ليه رؤيه ثانيه ليه رؤية تانية وليه تكتيك تاني وخصوصا إذا كانت المباراة الأولى في القاهرة لا ليه تكتيك تاني خالص مختلف يعني. طيب والطابع الهجومي ده يبقى يعني مش عايز أقول لك بقى الطابع الهجومي لازم في المباراة الأولى لازم يبقى له دور مهم. الناحية التانية يا كابتن يعني مثلا التطور الواضح على حسين الشحات على أحمد عبد القادر على بيرسي تاو على مجموعة كبيرة جدا من اللاعبين، يعني مثلا ما شفناش بيرسي تاو على الرغم من إن موسيماني هو اللي جايب بيرسي تاو ما شفناش بيرسي تاو بهذا الاداء الرائع الا مع كولر. لا هو اداؤه رائع دلوقتي بقى اداؤه رائع ليه؟ خلي بالك هو مش ملتزم النهارده بالخط يعني النهارده بيخش لجوه النهارده عنده ترابلينج كويس النهارده عمليه رؤيه النهارده تسديد على المرمى لا بقى كويس النهارده فرق في حاجات النهارده. ايه يا كابتن من وجهه نظرك اللي خلاه ايه؟ في تكنيك النهارده معين للعيب يخليه النهارده يعلى زي ما قلت لك النهارده كان بيلعب على الخط النهارده برضو خلي بالك اللعيب اللي بيلعب على الخط النهارده بيبقى مقيد النهارده لو ظهير ماسكه يبقى خلاص مقيد، ولكن بيرسي تاو النهارده ابتدى يشتغل لجوه، ابتدى يمشي لجوه بالكوره، ابتدى عمليه الدريبلينج، عمليه الشوتنج، عمليه رؤيه كويسه النهارده حتى وبيسجل. فالنهارده تقدر تقول ان بيرسي تاو النهارده مستواه الفني لا بقى من الاساسيين في النادي الاهلي كمان. صحيح. بقى الاساسيين في النادي الاهلي. طيب برونو سافيو هو كولر اللي قال ان هو غير مستبعد. هل ممكن نشوفه على الرغم من ان هو بقاله فتره طويله ما لعبش يعني صعب ما تقليش
ما تقليش. لا هو برضه هو قال كده، هو غير مستبعد ممكن، وهو قال كده جايز نشوف الماتش، ممكن وارد وارد، بس النهارده هل جاهزيته الفنيه النهارده هيسمح النهارده يشترك؟ النهارده زي ما قلت لك النهارده بيشرك طاهر، بيشرك احمد عبد القادر، النهارده الجناب، الجناب هتلاقي فيها ناس كتير قوي يعني عندنا. لا عندنا مجموعه كبيره من الاجناب. طيب التطور الواضح للفريق سواء من الناحيه الهجوميه او من الناحيه الدفاعيه، انسجام اللاعبين مع المدير الفني في وقت انا بشوفه ان هو وقت قصير يا كابتن. يعني كولر جه لعب قبل الكاس السوبر الاولى اللي هي مع الزمالك بشهر تقريبا او بثلاث اسابيع، وبعدين كسب البطوله، وبعدين لعب الدوري وهكذا. انا بشوف ان هو انسجم وسريع. هل الانسجام ده له دور في الشكل التطور اللي احنا شايفينه؟ بص، شخصيه المدير الفني زي ما قلت لك، شخصيه المدير الفني بتخلي اللعيب اللعيب النهارده ينفذ اللي المدير الفني قال عليه. انت النهارده شخصيتي كفتح مبروك النهارده مدير فني وعملت تكتيك او اسلوب معين وفي لعيب ما بتنفذش، يبقى خلاص اللعيب ده النهارده بتحطه تحت، خلاص النهارده ده ما بينفذش اللي انا عايزه. ولكن اللعيبه دورها برضو ان هي في التزام وتنفيذ تعليمات مستر كولر، لا دي بتفرق قوي يعني، بتفرق جدا النهارده. عشان كده بقول لك شخصيه المدير الفني هي اللي بتفرض اسلوبها على اللعيبه، اللي بتفرض التزام اللعيب. انا بشوف ان التطور الهجومي او انا اسف الدفاعي للنادي الاهلي بشوفه واضح جدا في التنظيم الدفاعي للاجنحه. لحسين وبيرسي تاو اللي بيلعبوا فتره، ليه؟ زي ما حضرتك قلت في بدايه الكلام ان هم بيرجعوا بشكل كبير جدا، بيعمل جنب جنب دفاع، بيقفل مع الباك هنا والباك هنا، ايوه جنب دفاع. اعتقد ده لهم، ده له دور كبير في لان في فرق النهارده بتلعب مثلا بجناح وفرق بتلعب باك وراه. النهارده لو انا النهارده ما نزلتش النهارده لوسط الملعب المهاجم النهارده مع الباك النهارده بحيث ان يكونوا جبهه واثنين، لا ممكن هذه الجبهه تخترق طبعا. فلازم النهارده يبقى في التزام. وهنا الالتزام زي ما قلت لك، لان كل لعيب يا كابتن اسلام بيبقى ليه دور دفاعي ودور هجومي. يعني الوحيد اللي ممكن يستثنى من الكلام ده مين؟ ممكن راس الحرب بس، الوحيد، لان يبقى محطه النهارده لو قطعت تقدر تاني عليها تقدر تطلع الفرقه. ولكن الجناب والديفندرز وسط الملعب والناس دي لازم كلها تبقى ليها شكل دفاعي 100%، وده التنظيم الدفاعي الجيد بقى. اوكي، ما يبقاش النهارده ناس مستسلمه. يمكن ده اللي كنا مفتقدينه قبل كده شويه. هو زي ما قلت لك شخصيه مدير فني برضو. انت حضرتك مصمم على انا هي دي ده الاساس طبعا. اوكي، ما انت النهارده لو ما تنفذليش اللي انا عايزه سواء في الجانب الدفاعي او العبك ليه؟ اوكي، وهكلمك وهقول لك، اقول لك يا كابتن اسلام انت في الجانب الدفاعي ما بتعملش كذا، لازم تعمل لي واحد اتنين تلاته. طبعا طبعا، عشان كده اللعيبه كلها تحس ان في التزام في الجانب الدفاعي كمان. شايف دور كهربا ازاي خلال الفتره الاخيره؟ كويس، ماشي كويس. يعني ماشي كويس، وبعدين في نفس الوقت هو عنده الحركه كويسه. يعني عنده حركه كويسه، عنده النهارده بيستثمر برضه عمليه اختراقات الدريبلينج، النهارده برضه في هدوء، يعني في هدوء في تسجيل الاهداف. فالنهارده هو يمكن النهارده بيعتمد على مستر كولر كراس حرب اساسي. كراس حرب اساسي. عندما سئل مارسيل كولر عن علي معلول قال ان هو لازم، يعني انا برضو دي عايز افهمها من حضرتك، هو قال انه علي معلول زي الترس لازم ياخد زيت كتير علشان يفضل شغال. يعني حضرتك شايف ايه؟ لانه علي برضو هو انت، انا كنت افهم شغال على طول. نعم، بيلعب على طول. انا افهم العكس، ان انا مثلا في ماتشات انا داخل مثلا على نهائي افريقيا، فممكن الماتش اللي قبل النهائي ده ملعبه، زي فاكر ماتش المقاولين اللي كان قبل سان داونز، ما هو علي لعب مثلا. فهو لا يقول لك لا، انت مع انهي مدرسه؟ مع مدرسه ان انا ازيت ولا اقلل؟ بص برضو خلي بالك على فكره، بتفرق قوي 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 رغبه اللعيب، بتفرق قوي النهارده. انا ككوتشنج النهارده شايف اللعيب ده هل مجهد النهارده مش مجهد النهارده، حالته البدنيه حالته الفنيه، وده بيطبق مش على علي بس، على مجموعه كبيره يعني. ما انا بقول لك، وزي ما قلت لك النهارده الاعتماد برضه على علي معلول في الجانب الايسر ده في مركز زي الايسر، اوفراته النهارده مؤثره، اوفراته مؤثره جدا النهارده، حتى بينقل الكره كويسه جدا، بيعمل تغيير ملعب كويس جدا. فالنهارده من العناصر الاساسيه، من العناصر الاساسيه اللي مستر كولر ما يقدرش يستغنى عنها، لانه لعيب كويس، لعيب مفتاح لعب، لعيب مفتاح لعب في الجانب الهجومي. حتى النهارده علي معلول في دفاعيا، لا النهارده في الكفرنج بيعمله كويس النهارده، الوقفه كويسه 100%. طيب بما اننا بنتكلم عن هذه المباراه، مباراه امبي، خلينا نطلع نشوف راي الجمهور ونرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى.
نكسب 2-0. حسين الشحات لو لعب وبرستاو ان شاء الله باذن الله طبعا الاهلي هيكسب اتليست 2-0. من واضح من الفتره اللي فاتت ان الاهلي شادد حيله كويس وتقدمنا جدا على المرحله اللي فاتت بالسيزون، كل خطوه بتبقى احسن من اللي قبلها واكيد طبعا الاهلي يعني ده معروفه وباينه متهيألي. ان شاء الله الاهلي بيفصل بين البطولات، يعني خلصنا ان شاء الله بطوله افريقيا في الماتش اللي فات، اللعيبه بتركز في ماتشات الدوري وبامر الله ان شاء الله الاهلي يكسب. ان شاء الله نتوقع ان الاهلي باذن الله يكسب انبي وتكون النتيجه ان شاء الله 3-0. ان شاء الله 1-0 الاهلي، وان شاء الله الشحات اللي هيجيبه بامر الله. الاهلي ان شاء الله هيفرحنا زي ما بيفرحنا دايما باذن الله، وباذن الله باذن الله مش اقل من 3، احنا تعودنا على 3 دي. باذن الله نكسب يعني 2-0. طيب توقعات الجمهور ان احنا ان شاء الله ربنا يكرمنا نكسب في هذه المباراه. كابتن فتحي اخيرا من وجهه نظرك المباراه دي هنعمل فيها ايه؟ ولو عندك بقى اي مسج تقدر تقولها للاعبين للجهاز الفني زي ما انت عايز. وانا بقول لك ماتش انبي ده مهم جدا جدا وخصوصا في بدايه زي ما قلت لك بعد فتره توقف في الدوري، انا مش هقدر النهارده كمستر كوره هقدر غير في الفرقه، لا هيثبت الفرقه. ثبت الفرقه لان الماتش ده مهم جدا جدا ان انت تاخد برده 3 بونت. وتوقعات الناس الجماهير محترمه يعني ان النادي الاهلي يكسب، ودي نتيجه منطقيه. النادي الاهلي النهارده زي ما قلت لك عنده اقوى دفاع واقوى هجوم وفي نفس الوقت هو النهارده 53 بونت في المقدمه يعني، فمش ممكن النهارده هيحصل النهارده تغيير في شكل الفرقه، لا هيحصل النهارده تثبيت. زي ما قلت لك بقى ممكن في الماتشين اللي بعد كده ممكن يحصل تغييرات في الدنيا هتبقى، لان دي العوده بعد 40 يوم بعد 40 يوم. 37 يوم بعد 37 يوم لازم التهالي يبقى وخصوصا زي ما انت ما قلت فرقه ام بي الكابتن تامر مصطفى يمكن طور في الاداء شويه، فدي برضو تهم مستر كوره والجهاز الفني واللاعبين مكسب هذه المباراه. اي رسائل حضرتك حابب توصلها للجهاز الفني للاعبين؟ لا ان شاء الله انا بتمنى يعني اتمنى الثلاث ماتشات دول المؤجلين يكسبهم النادي الاهلي، لان الماتشات دي لو كسبها النادي الاهلي زي ما قلت لك وانت يمكن مش معايا في الراي بنسبه 99% النادي الاهلي ياخد الدوري يعني. يا رب ان شاء الله النادي الاهلي يستطيع ان يفوز بالدوري وبكاس افريقيا، ودايما بنستمتع بوجودك معانا. ربنا يخليك يا كابتن اسلام، ده اللي مستمتع والله، مبسوطين ان حضرتك. ربنا يخليك يا كابتن اسلام، متشكر جدا. شكرا جزيلا يا كابتن على وجودك، نلتقي دايما على خير. وشوك بقى زي ما هناك عند ملعب التنس نروح نلعب شويه تنس. كابتن فتحي بالمناسبه زي ما حضراتكم عارفين واحد من كبار لاعبي التنس، بس بيتغلب على طول يعني كمان. انا شفتك كده مره بتتغلب. لا مين اللي قال لك؟ اقول لك لا قول، انا بكسب على طول والله. طبعا ربنا يديك الصحه، ربنا يخليك دايما بنشوفك على خير. ربنا يخليك، شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن فتحي مبروك. هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل الاستاذ جمال الزهيري والاستاذ عبد الحكيم ابو علم في ضيافه البيت الكبير.